السلام عليكم إخوتي الأفاضل، مرحبا بكم في قناة أندرويد تي في بالعربي. اليوم في هذا الدرس سوف نتطرق إلى كيفية إظهار التطبيقات المخفية على أجهزة الأندرويد تي في أو تي في بوكس. كما تعلمون أصدقائي، فهناك العديد من التطبيقات التي ننزلها على الجهاز والتي لا تظهر في الشاشة الرئيسية، وبذلك سوف نتطرق اليوم إلى طريقة كيف نظهر هذه التطبيقات. أول شيء إخوتي، سوف نتوجه إلى متجر البلاي ستور، وسوف نحمل تطبيقا يدعى نيبولا ماناجر. سوف نذهب إلى خانة البحث ثم نبحث عن التطبيق الذي يدعى نيبولا ماناجر. يكفي فقط أن نكتب حرف N وحرف A وحرف B، ثم نذهب للتطبيق الأول. التطبيق هو هذا إخوتي، أنا قد نزلته من قبل، سوف أفتح التطبيق معكم. هذه هي واجهة التطبيق إخوتي، سوف نجد جميع التطبيقات التي نزلناها على جهازنا الأندرويد تي في أو تي في بوكس. فكل ما علينا أصدقائي هو اختيار التطبيقات التي نريد أن نظهرها على الشاشة الرئيسية. في هذه الحالة سوف أختار هذه التطبيقات. هنا الآن لقد اخترت جميع التطبيقات التي نزلتها على جهازي. كما تعلمون أن هذه التطبيقات لا تظهر على الشاشة الرئيسية، سوف نختار كل التطبيقات التي نريد، وبعدها سوف نقوم بالخروج من التطبيق. هنا الآن لا تظهر معنا التطبيقات إخوتي، فقد يجب علينا أن نتوجه إلى الخانة التي بها تخصيص القنوات التي في أسفل الصفحة، ثم نقوم بالضغط على زر أوكي. بعدها سوف نذهب ونختار نيبولا ماناجر، سوف نفعل خيار نيبولا ماناجر. وهنا إخوتي سوف نجد جميع التطبيقات التي قمنا بإظهارها عبر تطبيق نيبولا ماناجر. كما ترون كل هذه التطبيقات التي كانت مخفية الآن هي تظهر عندنا في الشاشة الرئيسية للجهاز، وبهذا يسهل علينا أن نتصفح هذه التطبيقات دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإعدادات والبحث عنها، الشيء الذي يأخذ الكثير من الوقت. وهنا لتسهيل العملية نقوم بتحميل هذا التطبيق المدعو نيبولا ماناجر، الذي سأترك لكم اسمه في وصف هذا الفيديو. يجب فقط تنزيله من بلاي ستور والقيام بالإعدادات التي قمنا بها في الفيديو، وهنا سوف تظهر معكم التطبيقات. بالنسبة إذا أردنا أن نجعل هذه التطبيقات تظهر في الأول، أي في القائمة الرئيسية الأولى، يجب فقط علينا إخفاء هذه التطبيقات التي كانت منزلة من قبل مثل يوتيوب ونتفليكس، ثم نذهب ونقوم بخيار نيبولا ماناجر هو الأول، ثم نذهب ونختار مثلا قنوات اليوتيوب ونتفليكس أو غيرها، وبعدها سوف تظهر معنا التطبيقات في الأول كما ترون. ممكن هذا ما كان في هذا الفيديو أصدقائي، إذا أعجبكم لا تبخلوا عنا بزر لايك وترك تعليق يناسب، أو إذا كان عندكم أي استفسار أو تساؤل يجب تركه لنا في تعليق وسوف نجيبكم. ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة وفي درس جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. مع تحيات قناة أندرويد تي في بالعربي.